السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. صنعاء ترفض عرضا أمريكيا جديدا، وإلى التفاصيل. أكدت اليمن اليوم الأربعاء رفض عرض أمريكي جديد بشأن البحر الأحمر، بالتزامن مع كشف أردني عن مغادرة وصيد سري لصنعاء. وأفاد العميد عبد الله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء في حسابه بموقع إكس برفض صنعاء مزيد من العروض الأمريكية، مؤكدا قرارها مواصلة النصر والإسناد. وجاءت تغريدة العميد بن عامر عشية كشف الصحفي الأردني وحيد الطوالبة مغادرة وسيط سري لصنعاء في أعقاب رفض عرض مقدم من أمريكا جملة وتفصيلا. وأشار الطوالبة في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بأن الرد اليمني على العرض الأمريكي تضمن التأكيد على ضرورة الانسحاب من غزة ودخول المساعدات ووقف العدوان أولا. وعبر الطوالبة عن شكره لصنعاء وقياداتها، ومع أنه سبق اليمن وأن رفضت العديد من العروض الأمريكية، إلا أن العرض الأخير يتزامن مع تطورات في البحر الأحمر دفعت الولايات المتحدة لسحب حاملة الطائرات أيزنهاور عقب إعلان القوات اليمنية استهدافها. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.